إسرائيل الآن مسيطرة على الوضع الأمني في إيران. نائب وزير الاستخبارات لمدة 12 عاما الذي كان مسؤولا عن إسرائيل تبين أنه جاسوس وعميل لإسرائيل، وحتى النظام اعترف بذلك وتم اعتقاله. وأحد أسباب عدم إعدامه لأن عند إسرائيل أيضا أميلا منهم بمستوى آل، فلذلك حافظوا عليه ربما للتبادل. هذا الرجل كان يدخل بيت خامنئي بسهولة، هذا الرجل كان يسخب إلى منتزه مع خامنئي ومع ابنه، فهكذا هذا الرجل كان أميلا لإسرائيل منذ 12 عاما. فهكذا إسرائيل قادرة أن تفعل بما تشاء ومتى وأينما. ولكن المشكلة النظام لا يريد أن يدرك بأنه يجب أن يغير مواقفه. الموت لأمريكا، شو صار؟ الموت لأمريكا، أمريكا باعت مليارات من الدولارات أسلحة إلى دول المنطقة الخائفة من إيران. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، شو صار؟ إسرائيل نست تعهداتها تجاه الشعب الفلسطيني وحكومة الشرقية الفلسطينية بقيادة أبو مازن محمود عباس. إسرائيل تجاهلت التزاماتها. انظروا ما تفعل إسرائيل بالشعب الفلسطيني، وكل ذلك بسبب هذا النظام الذي دائما يوفر الذريعة لإسرائيل. أنا دائما أقول إن نتنياهو وقبله شارون وغيره كانوا حلفاء النظام توأمان. كل ما كان النظام بحاجة إلى أمر كانت هناك تهديدات إسرائيلية ليقول للشعب الإيراني انظروا نحن محددين من قبل إسرائيل. كل ما كانت إسرائيل بحاجة إلى مبرر لتبرير سياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني كان نظام دولارات إيران تؤجر واحدا بغزة وبزفة الغربية ليقوموا بعمل إرهابي، حتى يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي انظروا نحن محددين من قبل إرهاب الإيراني. فالآن وضعنا أخطر مما يقال ومما ممكن أن نتصوره. طيب خطير جدا. وأنا أقول لكم باعتباري مراقبا، وأنا أعشق بلدي وأحب بلدي وأريد أن يكون بلدي مصدر أمن وليس مصدر قلق لدول المنطقة. ماذا تريد إيران من اليمن؟ هذا الشعب المسكين. طيب. كم عدد منهم قتلوا؟ ماذا تريد إيران من ممتاز. من اليمن؟